بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بيكم. ادوات تكنولوجيا المعلومات للمعلمين وادوات المصادر التعليميه وكنز الرياضيات والعلوم سي كي 12. سي كي 12 هو موقع بيتيح المصادر التعليميه وفقا للمنهج الامريكي في مادتي الرياضيات والعلوم من اول الكندر جاردن لغايه الصف 12 اللي هو يعادل تقريبا ثالثه ثانوي عندنا. الموقع بالكامل فور فري. هنتكلم بسرعة عن أهم الخصائص اللي فيه، وفي زي شهادة من عندهم في إن أنت تقدر تتعامل مع الموقع وتقدر تحصل عليها مجانا. لما بتسجل الحساب بتاعك في CK12 من ضمن الخيارات اللي بتكون في بداية التسجيل أنت بتختار المواد الدراسية اللي أنت بتدرسها، هو تقريبا في كل ما يخص الرياضيات والعلوم، ومقرر واحد بس في اللغة الإنجليزية اللي هو السبيلنج، وده هو محطوط بس علشان الربط ما بين المواد. بتختار الجريد بتاعك، الفصل اللي بتدرسه والمادة. طبعا تقدر تختار أكتر من مادة أو أكتر من سيكتور، أكتر من جزء داخل نفس المادة. يعني في الرياضيات تقدر تختار جبر وهندسة، جبر وحساب مثلثات. الجزء ده مهم لأن هو ده الجزء اللي الموقع بناء عليه بيبدأ يطلع لك المحتويات اللي تناسبك. طبعا في لحظة تقدر ترجع للبروفايل بتاعك وتغير المواد زي ما انت عايز. الفكرة بتاعت CK12 بتعتمد على تقديم المحتوى التعليمي في صورة مبسطة مع مجموعة من التمرينات. عندي نوعين من المحتوى التعليمي، فليكس بوكس وفليكس بوكس 2، وكلها محتويات تعليمية قابلة للتعديل. يعني هو مش بس بيديك محتوى تعليمي، لا هو بيديك محتوى تعليمي ينفع انت تعدله بعد كده بما يناسبك. طبعا تقدر تتواصل مع المدارس القريبة منك داخل الولايات المتحدة الامريكية. الستادي جايد بيتعامل مع البيج كونسبت، لو انت عايز تشرح للطلاب بعض المبادئ الاساسية فتقدر تشرحها من الستادي جايد زي ما انت شايف كده. الجميل في الاستادي جايد ان هو جاهز للطباعه، تقدر في اي لحظه تطبعه، وان دايما وفي مساحه في الاخر خالص للنوتس. طبعا موقع انجليزي فهو المحتوى باللغه الانجليزيه، فلو انت بتشرح بالعربي هيكون بس مطلوب منك بعض الجهد في الترجمه عشان او تأدبت تنسق المحتوى بما يناسب المنهج بتاعك. اي محتوى بيعجبك ينفع تضيفه لللايبرري بتاعتك علشان في المره الجايه تقدر تشوفه من غير ما تدور عليه، يكون عندك في اللايبرري بتاعتك. تقدر تعمل له شير مع الكلاسز لو انت عامل كلاس على CK12. طبعا انا دلوقتي لو رحت اللايبرري هلاقي الملف اللي انا ضيفته موجود في اللايبرري زي ما انت شايف. تقدر تضيف ملفات، فيديوهات، مواقع ويب من بره الموقع لللايبرري بتاعتك. البطن ده دراجابل، تقدر تسحبه وتحطه في التول بار بتاع الكروم، بحيث ان لو انت عجبك اي ويب سايت، عجبك فيديو تعليمي على اليوتيوب، عجبك اي حاجه ليها علاقه بالمنهج بتاعك، مجرد ما تدوس هنا هتضاف على اللايبرري بتاعتك. ففي اي لحظه تدخل على CK12 لايبرري هتلاقيها هنا. الادابتف براكتس هي مجموعه من التمارين الجاهزه على الكونسبت بتاعك، طبعا طبقا للمواد اللي انت اخترتها. يعني انا هقول له من جريد 1، انا اختار حاجه سهله شويه، من جريد 1 عايز ادرب الطلبه على الجامعه لغايه 10 تمرينات مع الصور، فبيطلع لي تمرين بسيط جدا. الهدف من التمرين ان انا اجيب 10 اجابات صحيحه. انا كنت بدات فخلصت اول اربعه، دول بكتب بس دول 4 زائد 6 يبقى 10 وهكذا. خمسة وخمسة يساوي 10 وهكذا. الطلبة بتتمرن على الكونسبت بتاعك. طبعا تقدر تختار اكتر من كونسبت. الاسسمنت كلها بتدعم الحفظ، يعني انا كنت مجاوب 4 صح و6 هو لوحده عمل حفظ. تقدر تعمل التمرين اوف لاين، تقدر تعمل تمرين في صورة ورقة وقلم، تقول له نفس التمرين ده انا عايزه في صورة ورك شيت. هل عايز التمرين مع الاجابات؟
فممكن اقول له لا، ممكن اقول له بالاجابات، ممكن اقول له اه اجابات كل اسئله، اجابات الاسئله اللي فيها اود نمبرز بس. لما بيخلص خالص بيبعت لي الورك شيت على الايميل. يبقى دي مجموعة تمارين على الجمع لغاية الرقم 10، دي الإجابات الصحيحة اللي أنا طلبت جميع الإجابات. زي ما أنت شايف كده ملف بي دي إف جاهز للطباعة في التمارين. غير الأدابتيف براكتس عندي سيميوليشن، ودي خاصة بالفيزياء والكيمياء. نفس الفكرة، دي السيميوليشن الخاصة بالفيزياء، دي الخاصة بالكيمياء. بتختار الكونسبت اللي انت عايز تشرحه. بريكس، ودي مجموعة تمارين على المهام الأساسية طبعا وفقا لمعايير المناهج، طبعا المعايير الأمريكية في الرياضيات والعلوم. الفرق ما بينها وما بين الأدابتيف إن الكونسبت بيكون انتراكتيف شوية، يعني أنا هروح للألجبرا وتعالى ناخد حاجة سهلة بس عشان أقدر أجاوبها، ريل نمبر مثلا. بيشرح لك المبدأ الأساسي اللي اللعبة بتقوم عليه. What set of numbers a subset of four other sets. طبعا الناتشرال نمبر هي جزء من الأذر سيتس، من الأربعة الباقيين يعني. طبعا أنا ما أعرفش المعلومة، أنا عرفتها من الدايجرام. وهكذا خلصت السؤال. تقدر تشوف الفيدباك، الشرح اللي بيشرح لك هي دي الإجابة الصح. تقدر تروح للسؤال اللي بعده. إحنا لسه في الإكسبلور. الكافيه ده زي الفورم، ده زي منتدى الناس بتتكلم فيه. دي المعايير بتاعة العلوم، معايير القومية لتدريس العلوم والرياضيات في الولايات المتحدة الأمريكية. السيرتيفايد اديوكيتور، دي شهادة بتديها سي كي 12 إن أنت مدرس معتمد بناء على محتوى المنهج عندهم مع بعض التعليمات الخاصة بمعايير المناهج، وهي شهادة فور فري. وكل اللي مطلوب منك عشان تحصل عليها إن أنت تحضر 5 سيشنز أونلاين خاصين بالموقع، و 2 سيشنز خاصين بمعايير التعليم. موضوع بسيط خالص. لو انت فاضي في شهر 7، لو انت هتكون فاضي في شهر 7 تقدر تسجل من دلوقتي علشان تحضر الفايف لايف ويبينارز، الخمس محاضرات الاونلاين والمحاضرتين اون ديماند، وتحل السبع اساينمنت اللي هيطلبوا منك عشان تحصل على الشهاده بتاعه سيرتيفايد انستراكتور، سيرتيفايد تيشر، مدرس معتمد يعني. الكونسبت ماب هي اللي بتقدم الفكرة الخاصة بالترابط ما بين المواد الدراسية، طبعا بتقدمها بشكل تفاعلي بسيط. بتختار الكونسبت اللي انت عايز تبني عليه او تعرف ازاي ممكن تعمل بيه ترابط ما بين المواد، فبيبتدي يربطه لك بالمواد الاخرى. يعني الدرس ده في الفيزياء ممكن تربطه بالدروس دي في الرياضيات او بالدروس دي في العلوم. طبعا في اي لحظه تقدر تعمل سيرش على كونسبت تاني وتشوف ازاي تربطه بباقي المواد. من الحاجات الظريفه في سي كي 12 ان انت تقدر تعمل كرييت كلاس، طبعا تختار الماده، ومن ميمبرز تقدر تضيف الطلاب بتوعك الستودنت، تقدر تضيف الطلاب عن طريق الايميل او تضيفهم يدوي وتدي كل طالب يوزر نيم وباسورد عشان يقدر يعمل لوجن على سي كي 12 ويشوف الفصل بتاعك، او لو عندك ملف جاهز تقدر ترفعه يكون فيه البيانات. بعد ما بتعمل كرييت الكلاس تقدر تختار اي اساينمنت من اللايبرري بتاعه البلاكس والادابتيف براكتس والسيميوليشن وتعمل لها اساين على الكلاس بتاعك. حتى الريسورسز اللي انت اخترتها في اللايبرري او الموجوده تقدر تعمل لها شير على الكلاس. سي كي 12 واحد من المواقع اللي بيقدم ريسورس كويسه جدا لمدرسي العلوم والرياضيات في جميع الصفوف بدءا من الحضانه لغايه الصف الثالث السنه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.